محمد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وبمتابعة وتوجيه مباشر من معالي الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس إثر صدور الموافقة الكريمة بتخفيف الاحترازات الصحية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، أعلنت جاهزيتها التامة لاستقبال المصلين والمعتمرين والزائرين بالحرمين الشريفين للحاصلين على جرعتي اللقاح، الحاصلين على تصريح للعمرة والصلاة من تطبيق توكلنا، وذلك ابتداء من يوم الأحد القادم 11 من شهر ربيع الأول. الرئاسة العامة وبالتعاون مع كافة الجهات العاملة في الحرمين الشريفين أعدت الخطط المدروسة لاستقبال المصلين والمعتمرين بكامل الطاقة الاستيعابية من لحظة وصولهم إلى المسجد الحرام كالمعتمرين عبر نقاط التفويج المتعددة، توجيههم إلى الأبواب المخصصة لاستقبالهم ومن ثم إلى صحن المطاف الذي سيكون مخصصا للطواف فقط. أيضا عدت الرئاسة عددا من المصليات لأداء سنة الطواف بالدور الأول، تجهيز المطاف بالدور الأول لاستقبال الطائفين حرصا على انسيابية الحركة وسهولة أداء الطواف. أيضا سيتم الاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية لأدوار المسعى وفق الحاجة والخطط الموضوع. فيما يتعلق بالصلاة، الرئاسة تعلن جاهزية كامل الطاقة الاستيعابية للتوسعة السعودية الثالثة بساحاتها الخارجية واروقتها الداخلية وكافة مرافقها، كذلك مصليات الدورين الأرضي والأول من توسعة الملك فهد رحمه الله، وتجهيز المصليات بالساحات الخارجية حول المسجد الحرام. جميع الخدمات ستكون متاحة ولله الحمد والمنة. تم بفضل الله عودة الفرش لكامل المصليات بالمسجد الحرام مع تعقيمه بشكل مستمر، عودة المصاحف، عودة المشربيات، حافظات ماء زمزم المبارك، كذلك عودة الدروس العلمية والمحاضرات التوجيهية حضوريا ولله الحمد والمنة. نؤكد سمحا على قاصدي الحرمين الشريفين ضرورة إبراز تطبيق توكلنا حال الوصول للمسجد الحرام والالتزام بارتداء الكمامة الطبية طوال الوقت، والتعاون مع منسوبي الرئاسة والجهات العاملة الذين يعملون على خدمتهم. نعم أستاذ هاني، فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة فيما يتعلق بالعاملين في الحرمين الشريفين، كيف ستكون من ابتداء من يوم الأحد؟ نعم، بحسب توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ عبد الرحمن السديس الصارمة والحازمة على جميع العاملين والعاملات والموظفين والموظفات بالحرمين الشريفين الالتزام بارتداء الكمامات الطبية طوال الوقت. جميع الموظفين والموظفات منذ أشهر عدة بفضل الله سبحانه وتعالى كانوا قد أتموا أخذ جرعتي اللقاح ومن الآن من المحصنين. أيضا توفير جميع الخدمات، خدمات التعقيم والتطهير على مدار الساعة، والحرص على أفضل وأرقى الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين كي يؤدوا مناسكهم في يسر وسرور. أستاذ إبراهيم، أستاذ هاني، فيما يتعلق أيضا بتصاريح العمرة عن طريق توكلنا، هل بدءا من يوم الأحد لا يزال العمل بهذه التصاريح عن طريق توكلنا لكل من أراد الصلاة أو حتى العمرة في الحرم الشريف؟ نعم، سيتم الاستمرار بهذا الإجراء. العمرة والصلاة بالمسجد الحرام تتطلب تصريحا من تطبيق توكلنا، كذلك الصلاة في الروضة الشريفة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة في المسجد النبوي تتطلب فقط إبراز حالة التحصين. نؤكد على أهمية إبراز تطبيق توكلنا حال الوصول إلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي والتقيد بالموعد الصادر والحضور في الوقت المحدد. شكرا جزيلا. أيضا إذا تسمح لي أيضا نؤكد على ضرورة الحذر من الشائعات والتأكد من المعلومة من مصدرها الموثوق.